نروح لخبر تاني، تدريبات شاقة لحراس مرمى النادي الأهلي. عارفين وشايفين، احنا قلنا قبل كده الموضوع الدور والكلام ده، الحارس عايز استمرارية في الملعب. فهنيجي نتكلم بقى على الموضوع الدور وكل حارس ياخد ماتش والكلام ده. الكلام ده عن نفسي انا شايفه مش مقبول، انا شايفه مش مقبول. انا شايف ان الحارس ياخد لغايه لما يقول يا جماعه لا انا عايز اقعد شويه. شفنا كابتن حسام بدري في بدايه مشواره مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، ادى لشريف اكرامي واداله كل الثقه لغايه لما شريف اكرامي لعب ولعب ولعب واخطا 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 واخطا، فالكابتن حسام فضل ان هو يقعد شريف عشان شريف يستعيد الثقه في نفسه تاني، وشريف كله ثقه في نفسه. طبعا شريف حارس كبير وحارس عملاق، ابن يعني رمز كبير من رموز حراسه المرمى في مصر، كابتن الكبير اكرامي. لكن محمد الشناوي ما شاء الله عليه ماشي كويس قوي، حارس ما شاء الله عليه عنده ثبات، حارس حسسك ان في اسد واقف في الجول زي ما كان شريف قبل كده، زي ما كان الحضري قبل كده، يعني حارس تقيل قوي. فمش عايزين بقى كلام ان في دور وفي مش عارف ايه، ما ينفعش يا جماعه خالص، ما ينفعش الكلام كمان يخرج مننا من صفحاتنا. الكلام طبعا عارفين هو رايح لمين، ما ينفعش ان احنا نبدا نسلي الكلام ملوش اساس من الصحه. انا قريت النهارده، انا دايما بتابع لكل اي حاجه فيها اهلي، انا بدخل اقرا اللي فيها ايه، اشوف بيتكلموا على اللعيبه ازاي، بيتكلموا عن التحديدان ازاي، بيتكلموا عن مش عارف مين ازاي، فدايما متابع. اهم حاجه الجمهور، انا نبضي واحساسي هو الجمهور، فدايما بشوف اي حاجه فيها اهلي بدخل اشوف كاتبين فيها ايه. فلقيت خبر بصراحه مش صح، ما عجبنيش، مش عايز اقوله، لكن لازم ندعم الناس اللي موجوده دلوقتي ايا كانوا هم مين، الشناوي لو كان حتى عادل، لو كان مش عارف مين، ايا كان هو مين، باك يمين باك شمال، ايا كان هو مين اللي بيلعب وماشي كويس قوي ومدينا ثقه وما شاء الله عليه محافظ على نفسه، لا ندعمه جامد جدا جدا. الشناوي ان شاء الله في منتخب مصر، ان شاء الله الشناوي هو الاقدر بحراسه منتخب مصر في كاس العالم. الحضري اكيد طبعا، الحضري رمز من رموز حراسه المرمى في مصر، لكن الحضري اعتقد ان وجوده هيبقى وجود مشرف الا في بقى اسوأ الحالات، لكن الشناوي هو الاقدر مع عواد، مع اللي اختاره المدير الفني والكابتن احمد ناجي. شايف الشناوي ما شاء الله عليه، فعايزين ندعمه، عايزين نبقى في ظهره، مش عايزين نتكلم كلام ملوش لازمه بصراحه. وده كان حاجه لازم اتكلمها مع حضراتكم، زي ما اتعود ان انا اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه.